تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. أحب أني أيضا أرحب بفريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة، أختنا نجاة السويدي، الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق أيمن سحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أحب أني أرحب وأصبح على الدكتورة عائشة البسطي. صباحك الله بالخير عبد الله. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، مثل ما تعرفون مشاركاتكم مهمة، نحب تواصلكم، اقتراحاتكم، كل ما يهم صحتكم وسعادتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ دكتورة اتصال، بتكون معانا الأخت أسماء الجناحي، وبتكلمنا عن كل ما هو جديد في السوشيال ميديا. إذا مثل ما تعودنا عبد الله كل أسبوع يعني يوميا ويانا أختنا أسماء الجناحي. نعم. وطبعا السوشيال ميديا مثل ما بعارفين يعني جدا شيء من تقريبا من أهم الأشياء اللي يوميا نحن نتابعها صراحة. نعم. يمكن هاي الأشياء اللي من أول ما نش الصبح أول شيء نفتحها. نعم نعم دكتورة. أسماء صباح الخير. صباحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله ودكتورة عائشة وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلاً أسماء، أكيد نتريى جولتك اليومية. نحن من ضمن الفقرات نحطها دائماً في الويكند اللي هي اسمها DHA5. نعم. فهي كلها عبارة عن العادات أو خمس أشياء ممكن واحد يسويها. فكان موضوعنا هذا الأسبوع عن العادات الخمس المضرة بالصحة واللي نحن للأسف نسويها بشكل يومي، يعني منها التدخين ومنها تخطي الوجبات وغيرها. يعني الناس يتحرن ضمن فترة وايد طويلة، هذا شيء زين، لكن تخطي الوجبات ممكن وايد يضر. صحيح. إنزين، أيضا من بعض الأشياء اللي نحن كنا نحطها من ضمنها النصيحة اليومية اللي نحن نحطها يوميا عودنا فيها المتابعين، وتقول نصيحتنا اليوم في تحدي دبي للياقة. أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص المنتظمين على ممارسة الرياضة وبالأخص رياضة المشي أقل عرضة للإصابة بمرض السرطان والسكتات الدماغية اللي يسوونها بشكل دائم ومستمر. نص ساعة، ربع ساعة، إذا أنت مش متعود 10 دقائق أول يوم، 20 دقيقة بعد فترة، ليه ما أنا يصير موضوع عندك عادة؟ نحن مشكلتنا إن نحن نحاول نوصل نسوي ساعة كاملة في أول يوم وعقب نتعب. صحيح. أول يوم يكون الضغط أكثر. وكذلك أسمع يعني الأشخاص اللي يحسون أول يوم صح يعني بذروا مجهود كبير، ثاني يوم حسوا ببداية آلام في أجسامهم، بالعكس يعني هذا الشيء بعد زين للشخص نفسه، يعني العضلة بتبدأ تتحرك، بس ما نجد نفسنا ثاني يوم نفس أول يوم، يعني بالعكس عشان نستمر ما نحس إن هذا الشيء يوقفنا. نحن دكتور عنا يا دحق يا محق. حلو يا سمير. نصير نبغى نكون يعني نسى دول رياضيين في أول يوم. يعني أنا كنت منهم ترى، يعني أنا أول كلنا بقولك كلنا أول يوم. عندك كل الناس اليوم الثاني أنا في الطواري. مش ما يصير هذول يتدربوا لما وصلوا هالليفل، يعني أنا سايرة على طول أبغى أوصل. صحيح، يحتاج وقت ويحتاج كذلك ممارسة وباستمرار. أيضا نحن أمس اختتمنا دورة الخامسة مؤتمر دبي الدولي للتغذية، واللي كان تحت شعار تشجيع الابتكار والتميز في مجال التغذية، واللي كان حضارة تقريبا أكثر من 1500 طبيب ومختص من كل دول العالم. ونختمها بالرسالة الصباحية: كثرة التذمر من يوم الأحد لن يغير الواقع ولا اليوم، ولكن سيجعلك تبدأ أسبوع عملك بسلبية أكبر وحماس أقل. صحيح. يعني بداوم أحد يعني مالك بدال، يعني
بلا نتعب نفسنا ونرهق نفسنا بالسلبيات وخلاص. ترى هو أحد أحدي الخميس، كم من يوم الخميس يعني. ودمتم صحة وسعادة. ودمتم صحة وسعادة يا أسماء. دمتي وصحة وسعادة أختي أسماء، شكرا لك ما قصرتي. شكرا لك أسماء الجلاحي. دكتورة دائما يعني المواضيع اللي نحن ناخذها عبر الـ 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 يعني فقرة الأخت أسماء الجناحي السوشيال ميديا، لو تلاحظين دائما يعني تتكلم عن نمط الحياة. صحيح. تتكلم عن أن الإنسان لابد أن يكون عنده يعني برنامج مستمر عليه، سواء صحيح. التغذية أو الرياضة أو نمط الحياة. ومثل ما هي ذكرت أن كل الأشياء هاي إذا أصبح الإنسان يعني يجعلها كنمط حياة يعني يبتعد عن كثير من الأمراض، وتكون له وقاية عن الأمراض اللي ممكن تصيب بسبب يعني نمط حياة سيئة. صحيح. ويمكن مستمعينا ملاحظين أن السوشيال ميديا إحنا نتكلم عنها ونركز عليها تكون بالجانب الطبي والصحي. نعم. فهذا يمكن يفرق عننا في السوشيال ميديا اللي نعم. تعودنا عليها. نعم. والحين مثل ما تعودنا طبعا الفقرة الثانية واللي هي فقرتنا التوعوية، مثل ما عودناكم لازم تكون عندنا فقرة توعوية يوميا في البرنامج بخصوص التغذية. طبعا كنا عارفين التغذية وأهميتها، يعني ما بنمارس فقط الرياضة وتغذيتنا تكون مو بصحية أو تغذيتنا تكون مو متوازنة، بس كل شيء يكمل بعضه، يعني كل شيء يكمل بعضه من ناحية سواء التغذية تكون صحيحة مع ممارسة سواء الرياضة أو ممارسة النشاط البدني بشكل أساسي. وكان والبارحة اختتمنا المؤتمر الخاص بالتغذية، واستضفنا الأستاذة وفاء عايش عبدالله الأسبوع اللي طاف. نعم. كان يوم الأربعاء عشان نتحدث أكثر وأكثر عن هذا المؤتمر والأشياء التغذوية أو النصائح، ما بنقولها كنصائح، دراسات اللي تحدثت عن الأشياء التغذوية خلال هذه الفترة. والمؤتمر استمر من يوم الخميس ليوم السبت وكان اختتامه البارحة. نعم. وهذا دليل على، ونفس ما قالت لنا الأستاذ وفاء، هذه خامس مرة يكون فيها هذا المؤتمر، وهذا دليل كبير على أهمية هذا الشيء ونجاحه. وكذلك حتى اللي كانوا موجودين في المؤتمر الأعداد كانت ما شاء الله كبيرة. فنفس الشيء يعني يحبذا أوازن من ناحية التغذية مع الممارسات الصحية أو المجهود البدني اللي نمارسه بشكل يومي. نعم. وأيضا دكتورة يعني أنا زرت المؤتمر. نعم. وافتتاح المؤتمر مثل ما أنت تفضلتي ومثل ما قالت أختنا أسماء الجناحي كان عدد الحقيقة جميل جدا ومواضيع مختلفة. ما شاء الله. وأيضا تكلموا يعني في هذا المؤتمر عن مواضيع مختلفة، يعني في جانب كان طبي بحت وعلمي، وأيضا جانب أنه كيف يكون الاستشفاء عن التغذية، كيف الإنسان يعني ممكن يعالج نفسه لبعض الأمراض، وقد تكون الأمراض هاي أمراض يعني مثل ما تقولين مستدامة مع الإنسان، أو الأمراض هاي أنه كيف يستفيد من التغذية في علاج نفسه. ممتاز. كان يعني كانت المواضيع صراحة جميلة جدا. يعني التغذية لو نحسبها وقاية من الأمراض وعلاج في حالات كثيرة كذلك من الأمراض. والجميل بعد أن الواحد يتعرف على هذا الشيء أكثر وأكثر، وانعكاسه طلع أصلا في المؤتمر. يعني ما شاء الله هذه خامس سنة ينعرض يكون فيها أو خامس مرة يكون موجود فيها. وكذلك المواضيع، ونفس أنت ما طرحت الحين عبدالله بخصوص أنه مو فقط عن مواضيع التغذية، الاستشفاء عن طريق التغذية. نعم. وهذا شيء كبير بالنسبة للمرضى اللي يعانون من أمراض خاصة المستدامة، نفس ما طرحت. نعم. المستدامة يعني جدا مهم طريقة تغذيتهم لأنها تأثر على مضاعفات هالأمراض كذلك. وفي أشياء وايد، مثل نطرح مثال مرض السكري. نعم. يعني التغذية تلعب دور كبير ويا مرضى السكري، يعني ما بأن شيء بسيط، ما بقول بس باخذ الأدوية، كذلك التغذية تلعب دور كبير وياهم. نعم بالضبط دكتورة، حتى لو تلاحظين الفترة الأخيرة يعني المؤتمرات هاي ورش العمل الطبية اللي تصير على مستوى، مثلا نحن اليوم عندنا مؤتمر الأعصاب، يعني يعتبر. نعم. من المؤتمرات الكبيرة اللي بتصير يمكن في إمارة دبي. أيضا يوم راجعنا مع المعنيين والمسؤولين في هذا المؤتمر، هناك الكثير من النقاشات بتكون عن نمط الحياة، كيف الإنسان إنه يعني يعزز الثقافة بالنسبة للتغذية وبالنسبة. صحيح. لنمط الحياة، على أساس إنه ما يوصل لأمراض، ومن أهم الأمراض
أمراض الزهايمر، إن كيف الرياضة والتغذية السليمة والنشاط البدني واللايف ستايل ممكن يمنع الإنسان أنه يوصل لمراحل متقدمة مثل هاي الأمراض. ممتاز، وهذا متوفر نعم. لكل شخص، يعني يقدر يتحكم فيه. يعني بنقول الأشياء الوراثية الشخص ما بيقدر يتحكم فيها بالضبط. لأن خلاص يعني في جسم الشخص، بس نعم. الأشياء مثل التغذية ونوع الأكل اللي أكله، يعني هاي الأشياء كلها أنا أقدر أتحكم فيها نعم. ونفس الشيء يعني نفس ما طرحت أنت فرضا مرض الألزهايمر، ثاني شيء مرض الصداع اللي هو الشقيقة، بما أن طرحنا الأشياء العصبية نعم. يعني جدا في ربط كبير بين ما الشقيقة وتناولنا سواء للأجبان أو للكاكاو أو الشوكولات، يعني تزيد الأكثر الأعراض عند الأشخاص اللي يأكلون يعني عن صنفين أو أكثر مع مرض الشقيقة خاصة اللي يعانون منها نعم. يعني سبحان الله القذاء له وايد تداخلات مع الجسم البشري، يعني خاصة من ناحية الأمراض نعم. مستمعين العزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم مواضيع تهمكم وتفيدكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة، مستمعينا الاعزاء رجعنا لكم مره ثانيه في برامج صحه وسعاده. اذكركم بارقام التواصل 600551414 والرسائل النصيه على 4006. حياكم الله. حين نبتدي مع فقرتنا الثانيه، ومثل ما عودناكم طبعا عندنا فقرتنا التوعويه، طبعا هاي ما نستغنى عنها بشكل يومي، واليوم نتكلم عن بدائل الدايت قليله السعرات الحراريه، ويانا اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي الاستاذه ساميه خالد. صبحت الله بالخير ساميه. صبحكم الله بالنور والسرور، سعيده جدا كوني معاكم اليوم. اهلا ساميه، حابين نتعرف اكثر طبعا بدائل الدايت قليله السعرات الحراريه. نعم طبعا هذا المصطلح اللي يروج له في مراكز تخفيف الوزن، منتج بديل لتخفيف الوزن. ومن طبعا احنا عارفين انه صعوبة تنزيل الوزن هي مشكلة تؤرق تقريبا العديد من الناس في مجتمعنا ذات السيدات، فلذلك هم بيلجؤوا لمنتجات الدايت المتوفرة في الأسواق، حيث انهم بيعتقدوا انها طريقة سهلة وسريعة لخسارة الوزن، وبيعتقدوا منهم انهم هي بديل صحي، وهي خيار انه ممكن تكون افضل من باقي المنتجات كونها تحتوي على سعرات حرارية ودهون اقل ودسم اقل. هذا باعتبارهم اليوم لازم نوضح الفكرة، نوضح فكرة هذه المنتجات اللي منتشرة بالسوق، وللأسف يجوا عندنا مرضى كتير في العيادة، والله يا أستاذة أنا عندي هاي الشوربة أخذتها من المركز الفلاني، عندي هاي الشوكولاتة من المركز الفلاني. لما نقرأ الموثق الغذائي نجد إنها للأسف عالية في شيء آخر ممكن يؤدي إلى زيادة الوزن، بالعكس أكثر من ما أخذ شوكولاتة عادية أو أخذ مثلاً منتج عادي. صحيح. فهذه منتجات الدايت أو التخسيس المتوفرة بالأسواق مثل بسكويت الدايت، حبوب الإفطار، شوكولات دايت، حليب، أنواع أصناف أشكال عديدة من الحليب تحت مسميات عديدة، حليب الرجيم، شوربة الرجيم، هذه للأسف هي خيار غير صحي لتخفيف الوزن. ممكن تناولها من فترة إلى أخرى كوجبة خفيفة، لكن الأفضل أن نتناول الوجبات الصحية المتوفرة عندنا مثل الفواكه، الخضار، المكسرات، بدل من هذه الوجبات. لماذا؟ للأسف لأن بعض هذه المنتجات عشان نخفض إحنا السعرات الحرارية، أو الشركات عشان تخفض السعرات الحرارية فيها تلجأ إلى إضافة مواد أخرى عشان تعطي طعم مستساغ للأشخاص، وهذه المنتجات قد تكون عالية في الدهون. صحيح. فأنا عندي بالضبط، فأنا الحين زودت الدهون عشان أخلي الطعم مستساغ، أنا هون هذه المنتجات قد لا تصلح لمرضى القلب. صح. قد لا تصلح لمرضى اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول، قد تؤدي إلى زيادة الوزن أضعاف. الشخص ممكن يخف الوزن في الفترة الأولى نفسيا وليس أكثر من هيك، أو ممكن يكون بسبب اتباع الرجيم وليس بسبب هذه المنتجات. المشكلة أستاذة سامي تعرفين يعني معظم الناس بما أنها دخلت باسم دايت أو نظام غذائي على طول على بالها الحرمان، أني أنا بحرم نفسي. صح. فعشان كذي هذا التخوف، وأن يطالعون بدائل ثانية كذلك. نعم دكتورة، مثل ما ذكرت الأخت سامية، أن الأخت سامية أيضا ذكرت بأن مفروض أن تكون هناك ثقافة اختسامية بالناس اللي كيف تتبع هاي الحميات الغذائية، وما تصير على أساس موضوع أن سمعت إعلان معين عن دواء معين عن حبوب معين، ومثل ما ذكرتي يعني بعض الأغذية يكون مكتوب عليها أن هاي بينزل الوزن يعني خلال فترة سريعة. صح، ومش الآلية تنزيل الوزن، الآلية هو الاستمرار
مقدار في الوزن المثالي بحيث أنه يكون يعني متناسق. ومثل ما ذكرتي أختي سامية أن هناك مرات تشتي مضاعفات دكتورة، أني أنا أخذ هاي المواد الغذائية أو الحبوب تنزل وتشتي مضاعفات سواء على الجلد على البشرة على تساقط الشعر. فنحن ننصح دائما أختي سامية بأن الإنسان قبل لا يتبع أي حمية غذائية في نزول الوزن لابد أنه يأخذ معلومات الكافية ويحط لنفسه برنامج بحيث أنه يستمر بعد الفترة هاي فترة نزول الوزن. صحيح. للأسف في عنا التضليل بالتسويق وفي عنا بهرجة كثير في الدعايات. صحيح. والإعلان، وفي عنا للأسف الناس تأخذ المعلومات من ناس مش مختصة. صح. يعني بيجوا علينا ناس في العيادة، أنا أخذت الدواء لأن فلان أخذته، أنا استخدمت هالمنتج لأن فلان استخدمه. طيب أنت استشرتوا أخصائي تغذية يعمل لكم نظام غذائي تمشوا عليه؟ لا، إحنا والله المراكز اللي في المولات صرنا لها. لا، هذه المراكز اللي في المولات مش أخصائيين تغذية، مش مصرح لهم إنهم يعطوكم أنظمة غذائية. أخصائيين التغذية إحنا عنا قسم تغذية علاجية، يعني إحنا كمان ما بنعطي نظام غذائي مني والدرب، إحنا بنرجع للهيستوري تبع المريض نشوف تحاليله، حتى لو هو بس هدفه فقدان الوزن، هناك بعض الأدوية ممكن تتعارض مع النظام الغذائي اللي أنا بعطيه إياها، فضروري جدا أنا أنتبه لهذا الموضوع. في بعض التحاليل إحنا مريض جاينا العيادة مش نسوي تحاليل دم، عفوا روح عند الطبيب خليه يسوي لك التحليل الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، قد أعطيك نظام غذائي ويكون السبب عندك خلل فلاني قد يصلح الدكتور في ثواني. صحيح. اختي سامية ايضا انت ذكرتي بان مرات حتى يكون مثلا الشخص هذا اللي عنده مثلا توعية او انه يكون في المول عندهم محل، ممكن يكون اخصائي، ممكن يكونون اخصائيين تغذية دكتورة، ولكن مرات يعني حاجة الانسان مثل ما تكلمنا نحن في البداية مستعجلين. صح. يبغي نزول الوزن بشكل سريع، يبغي النتائج تكون بشكل يعني سريع جدا، فهذين نحن ننصحهم ان دائما يعني يلجؤون للجهات اللي ممكن تعطيهم برامج يعني متكاملة بحيث أنه يستمر على الوزن المثالي. بالضبط. والحمد لله العيادات متوفرة، عيادات الهيئة متوفرة سواء في المستشفيات ولا في المراكز الخارجية، نعمل تقريبا معظم أيام الأسبوع، والحمد لله في عنا مرونة في المواعيد. الشيء اللي يؤلم إحنا فعلا عنا حالات فعلية تيجي للعيادة، عنا حالات يعني كبيرة في عندهم فشل كلوي، يقول لك والله أنا صرت المركز الفلاني أعطاني حبوب بروتين عشان أخفف الوزن، وللأسف انتهى المريض بالفشل الكلوي. عندنا العديد من السيدات عندهم مشاكل هرمونية، والسبب لما نرجع يقول لك والله أنا استخدمت الحبوب الفلانية فعلا أدت إلى لخبطة في الهرمونات. فرجاء يعني إحنا ما بدنا نصلح شيء وبالمقابل إحنا لا قدر الله نصلح أضرار غير عكسية، يعني ما بترجع. يعني لا قدر الله إذا صار في مشكلة في الكلى، والله يمكن السنة الماضية يمكن حوالي 4-5 حالات فشل كلوي بسبب شراب أو عصير كانوا واصلين لبعض المرضى، والله هذا عصير يخفف الوزن. نعم. أيضا في مداخلة أستاذة سامية. تفضل. صباحكم الله بالخير. صباح النور. صباحك النور بالنور. هلا أخويا. بغيت عندي استفسار، بغيت دكتورة. نعم. انا عندي الحمد لله انا اول شيء تركت التدخين وانسان رياضي، يعني يوميا 3 كيلو 4 كيلو يوميا ما شاء الله. عندي واحد من اصدقائي خذ حبوب ما ادري هذا حبوبه، فصار ضعيف نفس اللحظه. هذا الولد هذا الله يسلمك يعني عمره 19 20 سنه، هو يعني مسكر نفس الغذاء، يعني لا يتريق لا يتغدى ولا يتعشى، مرات يشرب ماي، مرات يعني ياكل يفتح العيش الاخر الليل. انا ما اعرف يعني، انا نصحته وزعل مني، قلت له يا اخي انا الادويه هذه هل يمكن ضاره، يعني يمكن هذه المستقبل مش الحين. انا اقول ممكن نوجه النظر يعني يمكن يكون مشاكل في جسدك انت. صحيح، وهذا اللي طرحناه في الموضوع، هذا نفس اللي انطرح الحين في نفس فقرتنا. وانا سويت عمليه ركبه والله من 2016. نعم. والحمد لله يعني علاج طبيعي وهذا وتوفيق من رب العالمين. والله يعني انا تركت التدخين والحمد لله زايد 90 وصل 95 وسويت رياضه والحمد لله. يعني هو الوزن يا دكتوره يعني يبال الصبر. صح. فلازم واحد يعني يحافظ على اليوميات الرياضيه، يوميا اول الصبح او يوميا بعد صلاه العشاء لازم يحافظ عليه، ويبال الصبر، يبال 6 شهور، يبال 9 شهور، بعض الاجسام ترى يبال سنة للشخص ما يحس أنه قاعد يخف وزنه.
صحيح، وهذا بنتطرق بالحين كذلك الحين مع الأستاذ سامي أكثر. يعني الحمد لله مداخلة جميلة وإجت في وقتها، الحمد لله صار في توعية، يعني الحمد لله الناس قامت تعرف. لا 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 شك إنه سيبقى هناك فئات قليلة أنها تركض والأشياء اللي سريعة ومنتجات الدايت ومنتجات السحرية لتخفيف الوزن، لكن مثل ما تفضل الأخ هي الاستدامة هي المهمة. أنا صحيح. اليوم لازم أغير نظام حياتي. طيب أنا لما بستخدم منتج قليل السعرات الحرارية بس طعمه مثلا، والله لأني أنا أحب الحلويات، طب ما إحنا هدفنا أنها تخفف حلويات، أنا شو الفايدة إذا جسمك بتظل متعود على الطعم الحلو أو البراعم التذوق عندك بتظل متعودة على الطعم الحلو؟ أنا ما سويت شيء، أنا هدفي تقليل الحلو أصلاً في أكلك. صحيح. فمنتجات الدايت مثلاً اللي فيها السكر البديل هي تحلي، تعطي تحلية للمنتج يمكن 10 أضعاف السكر العادي. طب هون جسمك ما متعود على الطعم الحلو. صحيح. أنا ما بقدر يوقفه. بالضبط ما بتقدر توقفه، بيصير عندك شراهة مجرد ما خلص. للأسف شو بيصير عندهم؟ مجرد ما وقف النظام أو وقف المنتج يرجع أضعاف اللي خسره ويمكن أزيد عنه. صحيح. هون النقطة اللي ذكرها الأخ، الاستدامة، تغيير النمط الحياة بشكل عام، مش بس أنا أعتمد على المنتجات، عندي رياضة، عندي أكل صحي، عندي شرب الماء، عندي زيارات دورية للدكتور، الكشف عن التحاليل عن جسمي بشكل عام، هذا هو المهم. صحيح. صح أختي سامي، أيضا أنا يعني أذكر قصة واحد من الأصدقاء، وهاي يعني موجودة كثيرا دكتورة تسمعينها، مثلا إذا عنده سفر قبل السفر إذا كان الوزن مثلا دايت فيلجأ للحبوب أو الأشياء اللي ممكن تنزل وزنه بشكل سريع بس على أساس أنه يقدر يكون فت يعني حق السفر ويرجع. فأيضا أختي سامية مفروض أنها تكون يعني الناس عندها توعية أكثر يعني في هاي الأمور، ما تأخذ الأمور بالطريقة هاي. بالضبط، لازم خطة مسبقة أنا أعتمد عليها، وأنا أزور أخصائي التغذية وأخذ معاها مواعيد منتظمة وأشوف بالضبط تحليل جسمي، يمكن جسمي في عضل أزيد، يمكن في مي أزيد. نعم. حتى أجهزة الميزان اللي عندنا الحمد لله أجهزة متطورة تبين لك وين الخلل، هل هو شحوم، هل هو عضل، هل هو عظم. لأن في كتير ناس بيجوا دكتورة والله إحنا عندنا في العائلة إحنا على عظمنا ما شاء الله عريض، فمن شي أنا وزني زيادة، توقف على الميزان لا يبين أن عندها شحم. صحيح. يا عمي لا، ما تسمعوا هذا الكلام والمضللات، في دائما عندنا أجهزة وفي عندنا قياسات محددة، إحنا هي الفاصل، هي الحد، تحدد إذا فعلا أنت ماشي في الطريق الصح أو ماشي في الطريق الخطأ. صحيح. أستاذ سامية، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام خلال البرنامج. مستمعينا للصراحة احنا سعيدين جدا، الحمد لله صار في عنا نسبة من الناس مثقفين وواعيين، وما شاء الله عيادتنا مزدحمة جدا بالمرضى اللي هدفهم استسقاء المعلومة من الشخص المختص، هذا احنا سعيدين جدا فيه. نأمل من الفئات الأخرى اللي بياخذ المعلومات من النت أو من وراء الكواليس مثل ما يقول انهم يتفضلوا يجوا يستشيروا أخصائية التغذية، ممكن استشارة مدتها نص ساعة تمنع عنا مشاكل نتفاداها لسنين. صحيح. إن شاء الله القادمة، وهذه المشاكل لا قدر الله إذا دخلنا فيها ممكن يصعب تصليحها، هي استشارة لمدة نص ساعة ممكن تنقذك وتتفادى فيها مشاكل لا قدر الله قد تكون جسيمة لو ما التزمنا فيها. صحيح. الأستاذ سامي خالد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لك. يعافيك أستاذة، شكرا. هذه فقرتنا بالنسبة للفقرة التوعوية اليوم عبد الله، طالعين فصل إن شاء الله وراجعين. قبل دكتورة لا نطلع الفاصل عندنا التقنيات الذكية والحديثة علاج الأمراض المزمنة، وبيكون معنا على اتصال الدكتور محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية من مستشفى راشد. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي. أحب أني أذكركم بأرقام التواصل 6-0055-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. والدكتورة عايشة بناخذ الحلقة الثانية الحين، هي فقرتنا بنتكلم أكثر عن دراستنا اليوم، وطبعا الدراسة في ناس وايد تهتم بهالشيء خاصة يعني
الشاي الأخضر. الشاي الأخضر. أي وايد ناس يمكن تلاحظ أن تعتمد عليه الحين أكثر من أي شيء ثاني أو أكثر حتى من الشاي الأحمر. أنا وايد أشرب شاي أخضر دكتورة. في ناس وايد يشربون يعتمدون عليه. بنطرق الموضوع الدراسة ونطرق الموضوع ثاني يخصه بعد بالشاي الأخضر. نعم. الدراسة تقول الشاي الأخضر يكافح السكري. ابتكر علماء صينيون طريقة لتعديل الجينات اللي تساعد الجسم على مكافحة مرض السكري، وهالطريقة تعمل عند توفر مادة موجودة في الشاي الأخضر. ونشرت مجلة Science Translation Medicine نتائج اختبار هذه الطريقة على الفئران المخبرية والقرود المكاكة، واتضح أن العلاج بالخلايا الذي يتم فيه إدخال المواد الخلوية إلى جسم المريض الذي يحفز آليات لمكافحة مرض معين أو يساهم في الشفاء الشامل للجسم، يفتح مجال جديد واعد للغاية في مجال الطب. وتكمن مهمة العلماء في إيجاد مادة غير خطرة على صحة الإنسان، ويمكن التنبؤ بتأثيرها وتلعب دور المحفز لهذه الآليات. وقد ابتكر علماء جامعة شرق الصين للعلماء للعلوم التربوية برئاسة بروفيسور هاي فينغي مفاتيح جينية يمكن تنشيطها بحمض البروتوكتيك، وهو مادة غذائية بيولوجية مضادة للأكسدة، تستخدم كمفتاح لتنشيط الجينات بدلا من المضادات الحيوية مثل التتراسايكلين والأوكسيسايكلين اللي كانت تستخدم سابقا. نعم. هذه كانت بخصوص الشاي الأخضر، واللي بتكرار اللي العلماء الصينيين يعني ركزوا على هذا المنتج، وهو في الصين وايد اعتمادهم كبير على هذا النوع من الشاي، عندهم أنواع كثيرة بالنسبة للشاي الأخضر. نعم. ودكتورة لو تلاحظين يعني ذكروا وربطوا موضوع الشاي الأخضر يكافح السكري. صحيح. لأن هناك أيضا دراسات، وتكلمنا أنا وأنت يا توقع قبل أسبوعين عن الدراسات اللي تأكد بعلاج الإنسان المصاب بداء السكري عن طريق الغذاء. صحيح. سواء يعني الغذاء المتوازن أو حتى شرب الشاي الأخضر أو أشياء معينة مرات. نعم. أشياء غذائية معينة تساعد أنها تنزل يعني نسبة السكر، أو نقول كتقضية في أشياء معينة لشيء معين أو لمرض معين. نعم. سبحان الله. نعم. فدائما نحن ننصح بأن الغذاء السليم، الغذاء في وقت السليم، التوازن في الغذاء بحد ذاته علاج. صحيح. للإنسان اللي ما عنده أي مرض مزمن، فبالنسبة للإنسان اللي عنده مرض مزمن أيضا مفيد، وأيضا يعني اليوم مثل ما ذكرتي دكتورة موضوع الشاي الأخضر أنه يكافح السكري، فأهم شيء اليوم أن الواحد يسأل دكتورة مثلا كم الكمية اللي مثلا نحن نقدر نأخذ من الشاي الأخضر، لأن بعد الإفراط فيه وكثرة الشاي. صحيح. الأخضر احتمال يضر. صحيح. فأيضا لابد أن تكون ثقافة الإنسان اللي يأخذ الشاي الأخضر يعرف حصته في اليوم كم الكمية. كوب من الشاي الأخضر. وكذلك بالنسبة للشاي الأخضر في ناس وايد تربط بنركز على شيء معين، يمكن هذا أذكره أنا يوميا في عيادتي في عيادة طب الأسرة، أن الناس ربطت يعني امتصاص الحديد فقط يعني يقل بالشاي الأحمر أو الشاي الأسود اللي نشربه يوم، يعني في ناس معينة تشربه يوميا، بس حتى الشاي الأخضر ترى يأثر على امتصاص الحديد، فيفضل مب على طول بعد الوجبة ناخذه، خاصة الناس اللي عندهم نقص في الحديد أو أن يأخذون حبوب الحديد. نعم. ويردون يشربون وراها شاي أخضر، بالعكس هذا يقلل جدا من امتصاصه. نعم. لأن سبحان الله سواء الشاي الأخضر أو الشاي الأحمر يعني كلهم من ناحية الحديد كلهم ترى نفس الشيء، تقليل الامتصاص. نعم. مع هذا نحن صح مب أن الشاي الأخضر غير مفيد، الشاي الأخضر مفيد بس الأوقات اللي نشربها فيه، يعني. نعم. إذا أنا عندي نقص في الحديد ما بشربه بعد الوجبة، خاصة الوجبة اللي تحتوي على حديد، أو. نعم. باخذ بعد الدواء، باخذ في أوقات معينة، بالعكس أنا بستفيد منه وما بيأثر على الدواء اللي أنا أخذه، أو ما بيأثر حتى على الوجبة اللي أنا خذيتها. صحيح. وهي في النهاية يعني مثل الموضوع اللي تكلمنا فيه دكتور أكثر من مرة بالنسبة. نعم. للسكر، السكر. صح. الأبيض والسكر البني. صحيح. كثير من الناس تعتقد بأن السكر البني هو أفضل من السكر عزيز. الأبيض، ولكنه. صح. في النهاية سكر ويأخذ يعني بمعدلات يعني. صحيح. أنه يحتاج الجسم ما يكون فيها في الأفراط، فنفس. صحيح. الموضوع مثل ما تفضلتي الشاي الأخضر هو مفيد، ولكن الإنسان لابد أنه يعرف متى يأخذه وعلى حسب الحاجة يعني اللي يحتاجها الحاجة مثلاً. اللي يأخذها. نعم. فيها. وكذلك عبدالله جميل أنهم ركزوا على منتج طبيعي لأنه يعني أنه يعالج
أو يكافح، يعني مو بس علاج، يعني كوقاية وعلاج من مرض السكري، يعني خاصة كلمة يكافح يعني شيء جميل هالشيء. أنا ما ركزوا على أن دواء معين، ركزوا على منتج طبيعي. نعم. ويمكن الناس الحين ابتدت تستخدمه بشكل أكبر ومتوفر عند الجميع، وخاصة في بيئة دولة الصين يعني يعتمدون على الشاي الأخضر بكميات صح. كبيرة. فهذا الشيء بعد جدا يعني جدا جميل. فهالشيء بعد كذلك مهم أن شيء يركزونهم عليه وشيء بسيط يكافح مرض يمكن منتشر وبكميات كبيرة. الحين ننتقل بعد دراستنا الموضوع ثاني، وبنتكلم عن الحماية من العدوى، بس بنتكلم عن تحقيق هيئة الصحة في دبي قفزات نوعية متتالية في توفير كافة أنواع علاجات الأمراض الجلدية، وذلك من خلال مركز دبي للأمراض الجلدية اللي يسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحة الصحية بما يوفره من خدمات عالية الجودة. حول هالخدمات، خدمات المركز، مستوى تجهيزاته ونوعية العلاج اللي يقدمها، يسعدنا تكون ويانا اليوم الدكتورة أماني الفلاسي، مدير مركز دبي للأمراض الجلدية بالإنابة في هيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير دكتورة أماني. صباح النور، مرحبا، حياكم الله. أهلا دكتورة. مرحبا دكتورة، كيف حالك؟ مرحبا، الحمد لله، الله يسلم شحالكم. الحمد لله. دكتورة، حابين نتعرف أكثر عن مركز دبي للأمراض الجلدية ونوعية الخدمات اللي يوفرها. الحمد لله، مركز دبي للأمراض الجلدية يعني انتقلنا، نحكينا في مستشفى راشد، وانتقلنا إلى منطقة الصفا سنة 2011. الحمد لله المركز تقريبا الحين يخدم، في السنة الآخر إحصائية في 2018 شفنا تقريبا 30,000 مراجع، يغطي كافة أنحاء إمارة دبي مع الإمارات الشمالية، والحمد لله يعني يوفر كافة الخدمات العلاجية للأمراض الجلدية مع بعض الأمراض، بعض يعني التجميل، بعض حالات التجميلية اللي يعني تعتبرها بين مرضية مع تجميلية. نعم، لأن لازم الجلدي يعني سبحان الله، لأنه هو الواجهة، الجلد أكبر عضو في الجسم وهو الواجهة لكل شيء، يعني هو واجهة الشخص نفسه. دكتورة، أنتوا عندكم تحديات كثيرة في هذا الجانب، تعرفين بسبب انتشار العيادات التجميلية اللي موجودة يعني في الدولة، فشو العيادات التخصصية داخل المركز عندكم والتجهيزات المستخدمة؟ نحن يعني عندنا أجهزة ليزر حديثة الحمد لله، يعني تقريبا مثل اللي في الخاص، وفي بعض أجهزة مش موجودة في الخاص، خاصة في حق العلاجات الوحمات الدموية في الأطفال والكبار، ساعات يكون عندهم هذا الجهاز متخصص، يعني نادر ما يشتروا يكون موجود في الخاص، لأن يعني الطلب مش عليه، مو عليه كثير. عندنا جهازات. دكتورة أنت عفواً تقصدين يعني الوحمات اللي هي البقع الدموية الحمراء، لأن أيوة. أنا أعرف يعني واحد حتى من أصحابي يعني من ربعي عنده هذا الشيء تحت العين وفوق العين من فترة طويلة يعني، لين الحين دائما يعني يوم يكلمني يقول لي ما حصلوا له نوع معين من الليزر لتخفيف حتى اللون هذا. في عندنا احنا يعني يقدر احنا حسب الحال، يعني لازم نشوفه ونكشف عليه ونشوف هل هي هل يعني هل جهاز يناسبه ولا لا. نعم. يعني احنا يعني هالوحمات الحمد لله هي ما من مواد يعني شائعه كثير، بس موجوده، وهل الجهاز متوفر عندنا، وعندنا حالات الحمد لله، وفي وايد استجابه الحالات والحمد لله يعني نتائجها وايد زينه. وعندنا جهاز مال فراكشنال ليزر اللي هو حق التقشير حق الحفر بعد في حالة حب الشباب، وجهاز التاتو لذات الوشم. نعم. والجهاز الثاني حق التصبغات، والحمد لله العيادة شغالة، يعني العدد المرضى ما شاء الله في زياد، ونتائج الحمد لله يعني الحمد لله جيدة، لا جيدة جدا، والناس محتارة، يعني صار عندنا العدد ياس يزيد الحمد لله. دكتورة، يانا سؤال بخصوص الندبات بعد الجراحة، يعني اللي تكون بارزة بعد الجراحة، فرضا العمليات القيصرية أو، فهل يوجد أو يتوفر علاج لها عندكم في المركز؟
نحن الحمد لله فاتحين عندنا عيادة مرة في الشهر، متعاونين مع قسم جراحة تجميل في مستشفى راشد، يكون دكتور مروان الزرعوني اللي هو رئيس قسم الجراحة يجينا مرة واحدة في الشهر. نعم. نشوف هل يعني نجمع للحالات أنا وهو نشتغل عليهم. في هذه بعد الجراحة وبعد الحرق، بعد حالات الحرق بعد يجي فيهم ندب. نعم. نعالجهم بأول شيء نعطيهم أدوية موضعية. هي. مع الليزر. نعم. بس يعني ياخذ شوي وقت، بس يعني اول يعني لازم يعني مثلا نشوف من الحاله، نشوف يعني شو نحدد بالضبط هل تحتاج، ما نمشي ما نبتدي بالليزر، نبتدي اول شيء بالابر الموضعيه بعدين ننتقل الى الليزر. نعم. انا اول ما ابتديت فقرتي يعني ترحيب بالفقره تكلمت كنت اكثر عن الحمايه من العدوى، وطبعا يعني الموضوع يمكن الجميع ما يخطر على باله بخصوص الأمراض الجلدية والعدوى، فحابين طبعا نحن نعرف الأمراض الجلدية طبعا فيها كثير من الأمراض المعدية، فكيف دكتورة يمكن الوقاية من هالأمراض خاصة أن كثير من هالأمراض تكون بالغة الخطورة؟ يعني طبعا الواحد اول شيء الحمد لله يعني الحمد لله بطمن الجمهور، الحمد لله احنا خاصه في يعني الحمد لله في الامارات في دبي يعني امراض المعديه الجلديه ما مثل باقي الدول على مستوى العالم، احنا الحمد لله يعني يمكن يعني حل البلاد يعني يهتمون وايد بالنظافه، وايد يهتمون ان يحرصون على ان الاستحمام اليومي وغسل اليد وهذا، فتشوفينهم يعني اكثر مو مثل باقي مثلا فئات يعني في اماكن معينه من العالم يكون عندهم امراض منتشره بسبب قله الاهتمام يعني النظافه وهذا يكون عندهم منتشر. اهم شيء الامراض الجلديه عدوى دائما لانه في الجلد بارزه يعني هنقول اللمس المباشر يعني الجلد الجلدي على الجلد هذا هو اللي بينتقل على طول يعني ينقل الأمراض العدوى. نعم. العدوى ينقل العدوى، ف وزين انه يعني الواحد ينشاف يعني هذا ينشاف يشوف ان الانسان في، بس بعد يستوي غلط او خلط بين بعض الامراض مثل الصدفيه الحساسيه العاديه البهاق اللي ناس يعني من يشوفونه يكشون يخافون لا هذا مرض معدي ويبتعدون عن المريض، يبتدي يأثر على نفسية المريض ويبتدي يدخل في عزلة، فهذا نحن دائما نحاول يعني عندنا في حملة حق مرض الصدفية ان نوعي الناس ان هذا مش مرض معدي، انما هذا مرض فيه التهاب في تحسس يعني في نوع من المرض الجلدي المزمنة وما يعدي فيعني الوعي وهاي واللي انتم تسوون جزاكم الله خير النشر الوعي في المجتمع اني عارف يصنف شو الامراض اللي هي تعدي وهي اللي سبب العدوى والمفروض الانسان يعرفها ويبتعد عنها، وشو الامراض اللي لا ما تعدي وما بحيث ان الناس يساعدون ما يخلونه يبتدي ينعزل ويطلع يعني يعزل نفسه، خاصه تعرفين بعض الشباب يكون او في المدرسه يعني وبعد مثلا متزوجين حديثا يكون عندهم هاي فيبتدي يسوي لهم مشاكل نفسية وأثر عليهم في حياتهم الاجتماعية والعملية. نعم. دكتورة أيضا من الأشياء المهمة اللي هي الصالونات سواء يعني للنساء أو للرجال واستخدام يعني إحنا الشباب نسير مثلا صالون كثير من الشباب اليوم يكون عنده ثقافة وحرص إنه تكون أشياء خاصة له في الشنطة يشلها معاه ويستخدمها الحلاق ورده البيت، فهذا أيضا إحنا دائما نحب إن يعني ننبه إن استخدام الأجهزة هاي أو المكاين الحلاقة ولا أي شيء تراها يعني ممكن يعني تنشر العدوى بشكل سريع جدا وبالأخص يعني لأن من شخص إلى شخص. صحيح. وطريقة التقديم كذلك. نعم. صح. دكتورة بالنسبة الليزر يعني. طبعاً. نعم. هيئة الصحة تعمل كاستراتيجية بخصوص يعني أنها تكون واجهة عالمية للسياحة العلاجية، كيف يعني المركز ساهم في هذا الجانب؟ الحمد لله المركز ساهم إن الكفاءات اللي فيه الحمد لله يعني عندنا يعتبر إن مركزنا أغلب اللي عندهم شهادات عليا وعندهم خبرة لا تقل عن 20 سنة في الأمراض الجلدية وتوفر خدمات الحمد لله يعني إن عندهم اطلاع على أغلب الأمراض، يعني إحنا نستقبل يعني وايد يونا الزوار للترانزيت نشوفهم عندهم يعني يون بدون ما يكون عندهم أي بطاقات وأيها، ونستقبلهم في حالات مستعجلة ونعالجهم
نعالجهم حالات طوارئ، وفي حالات يعني يونا اذا يحتاجون مثلا علاجات الليزر وعلاجات الثانيه من برا الامارات مثلا من دول الخليج. فهذه العلاجات المتوفره عندنا ساهمت ان الحمد لله في استقطاب المرضى في المنطقه اللي حولنا والجايين الزوار اللي جايين من الخارج. نعم. شو دكتوره اغلب الحالات اللي تيكم مثلا المركز؟ نحن اغلب الحالات يعني ما شاء الله اغلبها تكون عندنا الاكزيما، حب الشباب، الصدفيه، البهاق، عندنا نسبه عاليه من المرضى اللي عندهم بهاق. بعدين تجي حالات الثانيه مثل الثعلبه الشعر، التساقط يعني في الشعر. وعندنا بعدين حالات يعني النادرة بتكون قليلة بس نشوفها الحمد لله، مثل بنايك الوحمات، الأمراض اللي فيها لها علاقة بالجينات الوراثية، هاي الأغلب الحالات اللي موجودة. في عندنا دكتور أحد المستمعين يسأل، هل أنتوا نظامكم مواعيد ولا ممكن الواحد يتصل، وكيف يعني آلية التواصل معاكم؟ نحن عندنا احنا يعتبر مركز نسميه يعني متخصص، يعني دائما عشان نقلل يعني نركز على الحالات اللي تحتاج علاج وتحتاج متابعه، فاول او افضل ان المريض يتشاف عن طريق المراكز الصحيه المتوفره في دبي، يشوفه طبيب العام ويحول علينا. في وعندنا طبيب مناوب مر يعني مناوب على مدار الاسبوع يغطي مستشفيات دبي حق الحالات الطارئه. وفي حالات مثلا الطبيب الاسره يشوف ان الحاله مستعجله وان المريض ما يقدر يتصل بنا ونحاول على طول عندنا ونشوفه. بس دكتوره انت ما تلاحظين ان مرات يعني هاي الامور يعني تخلق نوع من المشكله بالنسبه للمتعامل، بالاخص اذا هو كان زائر، فهم كثير يلجؤون للجهات الخاصه لان ما عندهم يمكن هالنوع انه لازم يصير عند طبيب عائله وبعدين يرجع للاخصائي، او يكون فتره يعني وجودهم في الاماره محدوده. ف هذا نقصد، كنت تقصد حق المواطنين، اما المزائرين هم يجون على طول يجون المركز ونحن يعني نفتح لهم ملف ونشوفهم. وحتى يعني حتى دكتوره للمواطنين يعني يمكن نحن المواطن يشوف انه اذا سار على العياده الخاصه بشكل سريع بدون موعد يحصل موعد ويحصل العلاج، اما اذا لجا مثلا للجهه الحكوميه يمكن في اجراءات معينه لازم يصير عن طريق طبيب العائله وبعدين يرجع. فكيف تشوفون انتم هذا الموضوع بحيث انه يكون يعني عند في قابليه اللي اخذ العلاج عن طريقكم انتم مثلا؟ يعني يعني هو لان مثل ما قلت لك مركز في حالات الطبيب العام، الطبيب العام الاسره يعني مطلع عليها ومتدرب على حالات اللي يعني الخفيف اللي يقدر يعالجها لين يحولها علينا، لان عندنا شوي احنا يعني الضغط بيكون اذا حول كل حاله كل مريضي على الله بيكون مده الانتظار بتكون وايد طويله والمواعيد بتكون وايد بعيدة. فنحن يعني نستقبل الحالات المحولة من الطبيب العام إذا كانت حالة جلدية يحتاج الدكتور طبيب متخصص. أما الحالة الثانية هو وعدنا نحن دكاتر يسيرون مراكز الصحية، يعني موجودين في المراكز الصحية متوفرين وعندهم العيادة مفتوحة ووكين كلينك مسوينها بدون مواعيد، فالمريض يعرف ان مثلا يوم الاحد في عندنا في طوار وفي ند الحمر يصير يشوف الدكتور الجلدي مش طبيب عام. نعم. تشكرون على ان شاء الله نفتح نفتح عيادات زياده ان شاء الله في المستقبل اذا الله اراد، وان شاء الله يعني نحاول قد ما نقدر ان يعني نحل المشاكل اذا في اي يعني من المرضى عندهم اي اقتراحات واي الملاحظات علينا. الحمد لله مستعدين يعني ان شاء الله، ونحاول نتطور دائما من مركزنا ونقدم خدمات احسن واحسن ان شاء الله. الحمد لله، نتمنى لكم كل التوفيق دكتوره اماني. ما قصرين. الله يسلمك. شكرا دكتوره. شكرا دكتوره. دكتوره اماني الفلاسي استشاري ومدير مركز دبي للامراض الجلديه بالانابه بهيئه الصحه بدبي. شكرا لك. جزاكم الله خير، حياكم الله. شكرا لك دكتوره. شكرا لك. عفوا. حياكم الله.
مستمعينا، هذه كانت فقرتنا للأخيرة لليوم. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، وشاركني اليوم في تقديم الحلقة أستاذ عبد الله جمعة. مشكورين، يعطيكم ألف عافية. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح بتوقيت دبي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.